صراحة شيء غريب اللي يصير، خصوصا أمام الاتحاد مباراتين، جابوا حكم أجنبي ذيك اليوم في المباراة، شيء عجيب اللي صار، واليوم شيء عجيب جدا. يعني أنا ما أبغى أقول الحكم سوى اللي ما سوى، خلي الناس تشوف بس في التلفزيون، ما يستحق ياخذ نقطة ولا يستحق الكاس، ما في مشكلة. يعني الجماهير يمكن زعلانة علينا انه ما حققنا الكاس، احنا الى الان في الترتيب الثاني، طبعا افضل من الموسم اللي سابق بكثير، طموحهم اكبر، احنا طموحنا اكبر، وان شاء الله نحاول نساعدهم في المستقبل. بديتوا للتخطيط من الان الموسم الجديد، خصوصا انكم اغلب البطولات يعني فقدتوا الامل فيها. حتى لو فقدنا الامل عندنا مباريات لازم نقدم مستوى جيد فيها ونحافظ على المركز الثاني. المشهد النصراوي، احنا ليش قاعدين نكبر الامور؟ يا اخوان الله يخليك منزله هذه. ليش قاعدين نكبر الامور؟ احنا قاعدين نكبرها والاعلام قاعد يكبرها زياده عن اللزوم. يا اخي انا ترتيبي الثاني. اوكي ما هو طموحي. خسرت بصافره ظالمه في مباراه كاس سمو سيدي ولي العهد. اوكي؟ طيب. احنا ما هي حجه انك تخسر في مباراه بهذا، لكن احنا ضيعنا فرص كثيره في مباراه كاس ولي العهد، اليوم ضاعت فرص كثيره، تالق حارس نادي الاتحاد، لكن لنا 3 بلنتيات وطرد على نادي الاتحاد. انا ما اقدر انزل احكم وانزل العب واسوي كل هالامور كلها، في عوامل كره القدم. مباريات الدوري يعني احنا قاعدين نقدم افضل من العام بكثير، الناس نجاحات مو فقط في ادارتنا على سبيل المثال انه بس في النتائج، احنا عندنا نجاحات اداريه كثيره بنذكرها لجماهيرنا في نهايه الموسم. والله نايف هزازي للان غايب، بيعاقب زي اي لاعب اخر في نادي النصر. والله ما ادري بالضبط للحين متى اجتماع هيئه اعضاء الشرب. الغيابات نايف هزازي ما حضر التمارين، المواضيع الاخير الاربعه الباقيين اللي ما لعبوا اليوم تقدر تسال المدرب. لا شوف انا يهمني في الاخير جماهير نادي النصر، اي احد اخر ما يهمني، يهمني جماهير نادي النصر. اعتقد جماهير نادي النصر تعرف فيصل بن تركي قدم لنادي النصر ايش، مو الحين فقط، حتى قبل لا يكون رئيس.